ازيك يا خالتي؟ يا غالية يا بنت الغالية. ازيك يا خالتي هنية المتهنية؟ وحشتيني وحشتيني. ده انت اللي وحشتيني اكتر. وابنتي الحاجة وحشتني قوي. والله انت اللي وحشتيها انت والمفتقة بتاعتك. مفتقة ايه؟ البنت من ساعة ما ولدت مش عارفة اعمل مفتقة. الله يكون في عونك يا خالتي. هو مالك في ايه بالنسبة للباب يعني؟ احنا اللي بيجي عندنا بنقفل الباب. لا ما تقفليش الباب دلوقتي يا خالتي عشان ماما. ماما مين؟ ماما. قابلتي الحاجة؟ اه. يا دي النور والهنا. مش تقولي يا عشا بالبدري؟ يا دي النور والهنا. يا نهار زي الفل. ماما فين يا خالتي؟ ماما امي كلاوي. ماما سيدي يا حبيبتي. على مهلك يا خالتي تفيص في ايدك. ايه يعني؟ اخد نفس يعني؟ خدي يا حبيبتي خدي خدي. ده انا لو اعرف انك جايه كنت نزلت وشلتك. تسمحي لي اشيلك الخطوتين دول عشان حضرتك. ايه يا بنت؟ طول عمرك دمك خفيف. اهلا وسهلا. انا قلت اجي اشوفك واشوف البنت بقية وابارك لها. بيت الخير يا حبيبتي بيت الخير. يا دي النور يا دي النور. قولي لي هي جابت ايه المره دي؟ ايه؟ جابت بيت. البت ما عبده تلاقيه زعلان. ابدا انا اللي زعلان. يا كل اللي ربنا يجيبه كويس. انا كان نفسي في حته ولد بس يقف جنبه يعني مش قصدي حاجه. الله هما يعني مالهم البنات يا خالتي هنيه المتهنيه؟ البنت دلوقتي بقت اجدع من اياتها شاب. امال ايه؟ عندك البنت الروسيه اللي طلعت القمر، والبنت الالمانيه اللي بترفع اثقال، والبنت المصريه اللي كلت دراع جوزها. هي دي احسن بينهم. البنت دي لسانها متبرد، ما حدش بيعرف يغلبها في الكلام. ربنا يخليها. نسيتيني يا عايشة؟ بتشربوا ايه؟ قول بتشربوا ايه؟ انا عايزاكي عايزاكي تجيبي لي شويه ميه. ميه؟ اصل انا طول اليوم النهارده ريقي ناشف قوي. عارفه ايه اللي يبل ريقك؟ اجيب لك خروب؟ لا خروب ايه، لسه هبل واعمل كركديه احسن من ده، وده تمر هندي احسن تمر هندي. يا بنت يا بنت ارسلك على بره، بقول لك ريقي ناشف. اعملهم لك كلهم كده كوكا بوديل كده. يعني كوكا بوديل على بعض على بعض وارجوهم كده هيفرقعوا في بطنك. اصل الحاج لما كنت بعملهم له كان يشربهم يقول لي ما تكحيش. استنى بحكي لك كان بيقول ايه. بت نعم. انت رجلك واخده على المطرح يا بت، هاتي شويه ميه بالري. حاضر يا ماما. استني يا عيش هيقطعني، اصل بصراحه مش مصدقه ان قابلتي الحاجه مشرفاني. يا دي النور يا دي النور. هي بيتها بقى هي فين؟ جوه في اوضتها. يلا ماما يلا تعال على مهلك. ايه؟ لا قولي لها هي تيجي. تيجي ازاي؟ لسه والده تيجي يعني؟ هي قادره تقوم وما قامتش؟ انا عارفه. تعال تعالي يا حبيبتي. اسنديه اسنديه على مهلك. اسنديه يا اختي. ايه يا مفصل كده يا مفصل كده يا بت. مش تسندي خالتك يا بت. حاضر. تعالي. طب روحوا وانا مستنياكوا هنا. مستنيانا فين وانت مستنيه على المحطه؟ تعالي. تعالي. مفيش حد بينا؟ انتوا هديتوا حد؟ خرقمي على مهلكم. دخلي امك الاول ليه؟ هي خلتك من الباب. نعم سيبيني، خنقتيني وانت عدالك اني مش قادره امشي. لو سبتك هتوعي. انا مش هبط عليها. ما ترديش وما تقعيش. اتفضلي كده الاول. انا اهو انا اهو يا حاجه. الحمد لله على السلامه يا اختي. يا الف اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. يا الف اهلا وسهلا. بسم الله عليك. الحمد لله على سلامتك يا بوبا. الله يسلمك. شايفه يا بهيه انت غاليه علينا قد ايه؟ الحاجه وعيشه جايين يباركولك. ربي يخليهم ولا نتحرم ابدا من دخلتهم علينا. اوريكم هنيه بقى الصغيره. قولوا لي شبه مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استنى وراها. لا يا خالتي الله يسلمك. ما صدقت نيمتها يا خالتي. بالراحه بالراحه. خليها انا هشوفها. بصي قمر. بسم الله ما شاء الله. قمر يا اختي قمر. عبوده صمم يسميها هنيه. اقول له سميها من الاسماء الجديده الحلوه دي شوزي مهرتاب، يقول لي لا لازم هنيه. وانت اسمك وحش يا خالتي، ده انت اسمك كله مزيكا، هنيه المتهنيه. ربنا يخليكي يا عيشه، ربنا يخليكي ليا. نعم. خدي الشنطه من ايدي. طلع الهديه الغاليه اللي احنا جايبينها. حاضر. تصدقي؟ ايه؟ البنت دي شبهك. شبه انا؟ انا قمر كده؟ ان جيتي للحق
شبه جدها الله يرحمه والعمر الطويل ليكي. الله يرحمه. اتفضلي يا بوبا. الله وريني. تاشي وتجيبي يا حاجة. الله يا خالتي. يسلم ايدين اللي اشترى على رأي المطرب اسمه ايه. جميلة جميلة يا حاجة والله ما شاء الله. ودي بقى هديتي، هدية عمته عيشة المنورة للبت هنية المتهنية الصغيرة. لا ده كتير بقى، ده كتير والنبي يا شوشو. الله تاشي وتجيبي يا حبيبتي. بصي بصي يا خالتي. كتر خيرك يا عيشة، ليه التعب ده كله؟ رزقها رزقها. المهم تشدي حيلك بقى وتقومي لنا بالسلامة. إن شاء الله، الدكتور قال لها أسبوعين وبعد كده تتحرك زي ما عايزة. أعمل لك قهوة عشان أشوف لك الفنجان. إيه؟ قهوة إيه بس اللي هتعمليها؟ ملوش لزوم. خلاص هنشوف ايه. يلا حسن الختام. ختام ختام ايه؟ ده احنا لسه صغيرين بداره. قومي قومي تعالي، ده انا عايزه احكي لك حكايات. تعالي. ايوه يا عم اقعدوا انتوا مع بعض ادوها ذكريات في الحاج صالح. يا بنتي اختشي يا بنت. خالتي هنية اعملي حسابي في القهوه عشان تشوفي لي البخت. قال يا بخت ليه لبخت من عيني. الحمد لله على سلامتك يا بهي. الله يسلمك. فاكرة يا بهية؟ فاكرة يوم ما جيت اخطبك لاخويا عبد الرحمن؟ كان يوم حر وخنقة زي اليوم اللي جه يخطبني فيه سي عماد اللي اتفرقع. يا ريتك ما خطبتيني له يا عيشة. ليه يعني ابوك ما وافقش؟ جدك ايه يا عيشة؟ ابويا ايه؟ خطبتي له واحدة كل خلفتها بنات. يو ومالهم البنات؟ دول بقوا دلوقتي احسن من الصبيان. وبعدين انت ذنبك ايه؟ فاتحة يعني الارسال بتاع البنات وقافلة ارسال الصبيان؟ كان نفسي عايشة البيت دي تيجي ولد. عبد الرحمن اخويا فرحان بيها فرحة الدنيا والاخر. ده حتى من فرحته بيها سماها على اسم امه هنية المتهنية. ولا برضو نفسي اجيب له ولد. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني ايه جوزك عايز خلفته تبقى صبيان بس؟ تقول ايه؟ ده قال يا كده يا طلقني. يطلقك عشان خلي بنت واحدة؟ امال لو كان عنده ست بنات زي حالاتي كان عمل ايه؟ ست بنات؟ ويا ترى العيب من مين؟ منك ولا من ست مراتك؟ عيب ايه يا ست انت؟ هي كانت مقطوعه الخلف ولا انا ما بخلفش؟ الخلفه دي نعمه من ربنا بيديها لنا. وربنا سبحانه وتعالى في القران ما قالش يهبكم ذكورا بس، قال يهبكم ذكورا واناثا. وبعدين بنات النهارده هم مين؟ هم امهات بكره اللي هيملوا الارض بالصبيان والبنات. انت تخيلي كده لو الدنيا دي من غير ستات، رجاله بس. رجاله بس؟ ودول كانوا هيخلفوا ازاي؟ اديكي قلتيها، الستات هم اللي بيجملوا الدنيا ويدوها طعم. كل الستات يا حاج؟ قصدك ايه يعني؟ قصدي الستات الحلوين بس. صدقيني مفيش ست وحشه، كل ست صنف وطعم تاني، وكل ست بتلاقي اللي يبص لها ويعجب بيها. يعني على راي المثل كل فوله ولها كيان. كلامك حكم يا حاج، بس مين يقرا ومين يسمع؟ البني آدم ما يملاش عينيه غير التراب. الواحد من دول يبقى هيتجنن على حتة عيل ويلف على الدكاترة والدجالين، وأول ما مراته تبقى حامل بس يتبطل بقى يقول لا بنت، لا مش بنت، أنا عايز ولد، بدل ما يبوس إيديه وشه وضهر. قلبي يقول لي إنه عايز ولد يشيل اسمه بعد ما يموت. يا سلام، مين اللي قال البنات ما بتشيلش أسامي أبهاتها؟ أهو قدام عينينا اليوم دي في بنات بترفع أسامي أبهاتها لسابع سما، وفي ولاد بيخسفوا باسامي ابهاتهم لسبع ارض. اسالينا انا. انت ما تقدرش تشوف لي وصفه؟ وصفه لايه؟ عشان يجيب ولد. استغفر الله العظيم. جاريه يا ست، مفيش حد يقدر يغير اراده ربنا. مش عارف اعمل معاه ايه. ده لا اله الا الله. هو جوزك ده ليه علاج واحد الحقيقه. الحقني بيه. يخش مستشفى المجانين. شرفتي وانستي. رجلكي بقى عرفت البيت، كل يوم تيجي. اتفضلي. وحشين يعني. ما تشوفيش وحش يا حاج، نورت. بس البت بهية تقوم بالسلامة وتلاقيني كل يوم بجيلك. ربنا يبارك لك في ابنك وفي بنات ابنك. خلي بالك من نفسك. خلي بالك انت من نفسك. خلي بالك من نفسك. ايه عنك. كل ده سلام؟ ما تاخدوا مع بعض صورة تذكارية احسن. ده انتوا كده اكنكم مسافرين وما حدش فيكم هيشوف التاني. سلمي لي
سلميلي على عبد الرحمن. ان شاء الله تسلمي وتشوفي السعاده والنور يا حبيبتي. على مين؟ حبيبتي حبيبتي يا حاجة. ايه يا جدعان؟ يلا يا ام نورتي والله. يا ريت البنت بهية دي ولدت كل يوم. نورت. عيشة خلي بالك من امي. حاضر. خلي بالك منها يا اختي خلي بالك. مع الف سلام. يا دي النور يا دي النور. ألف سلام. شرفت وأنست. أهلا مهلك يا أهلا. يا سلامة يا حاج. أهلا مهلك يا بنت. حاضر. أهلا مهلك. أهلا مهلك. جيب العوايب سليمة يا رب. حصل امتى؟ للاسف بعد ما انت مشيت بنص ساعه الست عيشه اتصلت وسالت عليك. لا حول ولا قوه الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. لازم اطلع لهم البيت لكلهم محتاجين حاجه. دول بقيت حساب الصوان ودول اكرامي العمال. ربنا يجعل اخر حزان يا رب. عيشة عيشة تعرف لو احتجتي اي حاجة تحت امرك. انا خليك لينا متشكرين قوي يا اخويا متشكرين خالص. مش عايزين اي حاجه يا اخي. ما عندكش دم. ما تراعي حرمه الست اللي ماتت دي. اسكتي يا بوز الاخص. انت اسكتي. انا برضو اللي بوز اخص ولا انت؟ هي ماتت من قهرتها منك. خليك معانا يا عبد. معلش معلش خلاص شدي حيلك يا سيف. مع السلامه اخويا. ربنا معاك. ما مسكت الفنجان وبصيت فيه لقيت كل حاجه مشطوبه. قلبي انقبض. الله يرحمها ويحسن اليها. وهي بتسلم علي حطت ايديها في ايديا وما كانتش عايزه تسيبها. كانت بتبص لي كده يا عيني وزي ما تكون عارفه انها مش هتشوفني تاني. كانت عارفه انها هتموت. الميت يا ابني بيحس بيحس. استغفر الله العظيم. ما تقوليش كده يا امه. ما حدش بيعرف امتى هيموت. انا اللي شغلني دلوقتي وضع عيش اختي. ايه اللي شغلني؟ وضع عيش اختي. مالها دلوقتي؟ هتقعد فين؟ تقعد مطرح ما تقعد. تقعد في بيتها. تقعد لوحدها. تروح تقعد مع اخوها اسمه سيف. تقعد مع سيف. ما انت عارفه مرات سيف ما بتحبش حد من اهل جوزها. دي ما كانتش معبره الحاجة الله يرحمها. وكان فين وفين لما تاخد ولادها عشان ستهم تشوفهم. يعني عليها مع ان الحاجة هي اللي مجوزها له. بس هو كمان غلطان ما عرفش يعلم مراته ازاي تحب امه. ما يقومك بالسلامة يا بهية. حقيقي نعمة النسب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ياما انا اللي شغلني دلوقتي عايز اعرف عيشة تقعد فين. عيشة مين؟ اختي. انا عندي فكره بقى حلم بيها الدور كله. فكره ايه؟ عيشه. عيشه اختي حبيبتي. عيشه بنت امي وابويا. تيجي تعيش معانا هنا. وماله؟ ما هي برضه اختك. ايوه اختي بنت امي وابويا. وبعد كده نبيع البيت. ده هجيب فلوس كده. وهي هتوافق تبيعه؟ وبيتها لوحدها؟ ده ليا فيه قدها مرتين.
افترض قالت لك انا مش عايزه ابيع. ساعتها بقى ست الكل اشتغل نصيبها باي كلام وبعدين نبيع البيت. وهي تعيش فين يا سيف؟ حرام عليك. ما انا قلت لك هتيجي تعيش معانا هنا، دختي اختي من امي وابويا. بعد عمر طويل بقى مين هيورثها؟ ما هم ولادي برضه وعبد الرحمن وبناته. وهو عشان كده عايزه تيجي تعيش معانا هنا باي طريقه. وحتى لو جت عاشت معانا برضه عبد الرحمن وبناته هيورثوها. مش هيورثوا. يعني ايه؟ لما ناخدها في حضننا ونكسبها هنخليها تكتب كل حاجه باسم ولادي. يا اخي حرام عليك بقى. وهي يعني احتمس شويه؟ كفايه فلوس امي اللي في البنك، ولا تلات بيوت بتوع الجماليه، ولا ارض الوكاله والمحلات اللي عليها. تخيلي بنت عيشه دي ليها نصيب في الحاجات دي كلها. خاف من ربنا يا سيف. نفسي مره اشوفك بتعمل حاجه صح، حاجه تخليني احس ان انت انسان بحقه حقيقي. نقطينا بسكاتك، نقطينا بسكاتك. ده انت وش فق. الو. ايوه عبد الرحمن، انا يا اخويا بخير الحمد لله. يا بنت الحلال طوعيني وتعالي اقعدي معانا. بلاش تقعدي على طول، اقعدي معانا اليومين دول بس. ما قعدتك لوحدي غلط، ولو انا عارف انك بتستريحي مع مرات سيف كنت قلت لك روحي اقعدي معاهم. طب اسمعي، انا جات لي فكره، انا هبعت لك امي تقعد معاك كام يوم دول. المهم اسمعني دلوقتي يا عبدو، انا عايزاك يا اخويا تجيلي ضروري. ايوه عبدو، موضوع مهم قوي عشان خاطري يا عباده، تعالى بسرعه ضروري. انا اصلي النهارده عندي شغل متلتل. طب قولي لي ايه الموضوع في التليفون يمكن احله لك. مصر يعني؟ حاضر. انت عارفه ما اقدرش ارفض لك طلب، بس اديني ساعه واكون عندك. مع السلامه. ريح نفسك يا سيف، مش هتنقل من البيت ده. ان شاء الله يا رب يتهد فوق. مش شاغب حاجه. انت قصدك ايه بقى؟ انتي عايزه تعيشي في بيت يساوي دلوقتي مليون جنيه؟ يا بنت احنا نبيعه وتاخدي نصيبك، ولو مش عايزه تعيشي معايا تقدري تاخدي شقه في احسن مكان. تشكر يا سيدي، بس برضو مالكش حاجه في البيت. نعم انا مش فاهم حاجه. قصدك ايه؟ قصدي اقول لك يا حبيبي ان البيت ده باسمي وباسم عبد اخويا. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ عبده ايه ده كمان اللي عايزه تحشرفي من الراس بتاعنا؟ الموضوع ده امك حسبته من زمان يا بنت. ايوه امك حسبته من زمان، عشان كده كتبت لي البيت انا وعبده. انت مجنونه ولا ايه؟ عقلك جراله حاجه؟ بقى امك هتكتب البيت ده باسم عبده؟ انت بتقولي ايه يا اخويا؟ بالراحه بالراحه، ما تحزقش، احسن حواجبك تفارول. انا عندي يا حبيبي بقى الاوراق اللي بتقول كده. يا بنت اوراق اللي بتتكلمي عنها؟ اوراق ايه بقى؟ عايزه تاخدي حقي وتزين عدوي؟ ده حقي ميراثي عن امي. مش كل حاجه بقى بتاعت امك. هو بس الحاج من حبه فيها كتب لها كل حاجه باسمها، لكن البيت ده ابويا هو اللي اشتراه. الوكاله والارض اللي عليها البيت وبيوت الجماليه. ايه كل ده مش مالي عينك ولا انت عينك فارغه؟ مالي عيني ايه ومش مالي عيني ايه؟ الاملاك والفلوس كلها بتاعت امي، يعني ما حدش يورثها الا انا وانتي. يا ريتني كنت خليتها كتبت لي كل حاجه على حياه عينها وحرمتك من اي مليم، ساعتها كنت هرميكي بالشارع. الحمد لله يا اخويا انك ما قدرتش. امي بقى كانت عامله حساب يوم زي ده وعارفاه كويس. ده عبده. بنت نوسة افتحي الباب، انزلي بسرعه. بقول لك يا سيف، عبد اخويا ما يعرفش حاجه على الموضوع ده، انا مش عايزه مشاكل ووجع قلب، فاهم؟ اتفضل بقى من غير ما ترد وورينا وشك لما النطره تنزل. عيشه. ايه خير يا عايش؟ في ايه؟ خير يا حبيبي، اقعد الاول بس خد نفسك. امال فين سيف؟ انا هنا يا عبدو، وهفضل دايما هنا. طبعا ده بيتك. شفتي سمعتي؟ او قالها بعضبه لسانه بيتي. لكن صاحبه الشأن ما قالتش كده. صاحبه الشأن خلاص الله يرحمها. هو ايه الموضوع؟ افهمك انا يا سيدي، الست عيشه اختي شقيقتي عايزه تلها في حقي وتدهولك. قلت لك 100 مره يا بني ادم، أم الله يرحمها والمحامي راحوا من ورايا شهر العقاري. عيشة
ما تفهموني ايه الموضوع بالظبط؟ الموضوع يا سيدي ان نينا الله يرحمها كتبت البيت ده باسمي وباسمك، التلت ليا والتلت ليك، والاستاذ البتاع ده اللي عامل نفسه اخويا مش عاجبه الكلام ده. لا لا بقى، انا ما حدش يورث امي غيري. عداك العيب وانا هتنازل لك عن نصيبي. تتنازل؟ تتنازل ده ايه؟ انت هتتصرف عليا وتديني حسنه؟ لا يا حبيبي ده حقي. اما انت انسان غريب، عايز نعمل ايه يعني؟ ابوس ايدك واقول لك اتفضل خد نصيبي؟ برضه هيقول لك خد. بقول لك ده حقي. بقول لكم ايه، العقد ده تنسوه، تعتبروه كانه لم يكن. برضه اللي يطلب حاجه يطلبها بادب. الله، بطل تقول لسان بقى. انت جرالك ايه؟ مخك بقى طلع لي. انت بتفعل على ايه؟ ايش حال ما كنتش خايب وخيبتك كلها بنات؟ لو كنت خلفت صبيان زي كنت عملت بينا ايه؟ كنت هحمد ربنا برضه زي ما بحمده دلوقتي. خلاص خلاص يا اخي، ما تبقاش ميت على الدنيا وعملت كنس في فلوس. بكره اللي هياخدوا بناتك هيلهفوهم منك، وعلى راي المثل ملك كنزي للنزهي. اعوذ بالله، انا عمري ما كنت كنزي. وبعدين مالهم البنات؟ مالهم؟ هعلمهم احسن تعليم وهجوزهم احسن جوازات. اما الفلوس بقى تروح لمين؟ ربك سبحانه وتعالى هو اللي بيبعتها لصاحب النصيب لحكمه هو اللي يعرفها. هنخش بقى في المواعظ. على العموم انت مش عايز نصيبك في البيت ده، انا هحقق لك اللي انت عايزه. لا يا عبد، انا مش موافق. ليه بس يا عيشة؟ انت مش بتقولي بقى من نصيبي؟ خلاص يبقى من حق اتصرف فيه زي ما انا عايز. ليه يا عبد عاوز نينا تتقلب في تربتها يا اخويا؟ سيب ايدي. ليه عاوز ازعلها منك يا عبد؟ سيب ايدي. والله العظيم لو ده حصل يا عبده يحرم عليا بيتك وولادك طول عمري. حاولي تفهميني. سيب ايدي. لا يا عبود، لا مالكش حق، حرام عليك تسيب حقك يروح كده. عن يرضيك يا اما اخد حاجه اخويا عينه فيها؟ جهاز عينه كلب البراري، مش مكفيه تلول اللي هيورثها على قلبه؟ كمان طمعان في حته البيت اللي من ريحه ابوك اللي هيقطع ريحته من الدنيا خالص. معلش يا ماما، اللي عاوز يشيل يشيل، ربنا الحمد لله غنيها من الحلال. ايه بقولك من ريحه ابوك؟ عايزنا نفرم في حاجه من ريحه ابوك؟ الف رحمه ونور عليك يا حاج، وتديها للي اسمه سيف ده. وبعدين ده مش حقك لوحدك، ده حق بناتك كمان. الله، هو مش مال جدهم؟ سامي يا نيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بناتي مش هيبقوا محتاجين لاي حد، وكل واحده منهم هيبقى في ايديها ثروه تانيه غير ثروتي. قصدك انا اللي ما يتجوزوا؟ سبحان العالم. الله، افرض بقى يا عبدو ان قرعه واحده فيهم جت مع واحد على قده. انا ما اقصدش الجواز، انا اقصد الشهاده. صدقيني الشهاده بتبقى ثروه حقيقيه لما الواحد يدرس الحاجه اللي بيحبها ونفسه فيها. انا زمان كان نفسي اكمل صيدله لكن ما حصلش نصيب، عشان كده عايز بناتي يعوضوني عن كل اللي ما قدرتش اعمله. يا اخويا ده كلام زين، ربنا يطرح البركه ببناتك، بس دي حاجه واللي بتتكلم عليها اختك بهية حاجه تانية خالص. اخته عيشه يا خالتي. يوه، اللي قالت عليها دي يرضيك يعني؟ يرضيك عيشه تقاطعنا؟ دي مقطوعه من شجره، تكسر بخاطرها ليه يا عبود؟ انا مش ناقص مشاكل مع اخويا سيف. وهو ده اخ، حسبي الله ونعم الوكيل، ده بيقبل العام ولا يقبلكش. انا من يمتي يا عبوده مش محتاجه حاجه، ربنا يخليك لي، مكفيني بكل شيء. نفسي في حاجه واحده بس، قبل ما اموت اروح اموت في بيت سيدي، واقعد في الاوضه اللي شفت فيها الهنا والسعاده كلها. طب بس قولي من الاول كده، يعني عايزه تعملي فاتن حمامه بين الاطلال؟ انت هتطعم بالتزوير في ايه؟ هقول مثلا ان امي قبل ما تموت، الله يرحمها الله يرحمها يا رب، كانت بتخرف ومش عارفه هي بتعمل ايه، وان البنت عيشه ضحكت عليها وبضتها لكل حاجه. حرام عليك يا سيف، انت عارف ان تاريخ الوصيه قبل ما تموت بمده، يعني كان عقلها سليم والله يرحمها، عمرها مش شاكت من حاجه ولا راحت للدكاتره. خلاص يا ستي خلاص، هطعم بالتزوير. انت ناسي ان كان في محامي شاهد على الوصيه؟ وبعدين كل حاجه متسجله في الشهر العقاري. يا سيف بلاش، انتوا اهل. طقطيني بوسكاتك بقى، انا مش عارف اعمل ايه مع الواد عبده ده، عامل زي خيالي، كل حته روحها يطلع لي فيها. انا مش عارفه بس عبده ده عامل لك ايه. انت مالك؟ انت مالك؟ وبعدين دخلك انت بينه وبين اخويا دلوقتي بقى اخوك. وانت مالك؟ سيبيني بقى عشان عايز افكر. هتفكر في ايه بقى يا ستي؟ انت مالك؟ احنا اخوات في بعض، ابهدلهم اسجنهم انا حر فيهم. الو. ايوه يا سيف. ايه يا عم،
هو كل اللي يورث كده هيخطص ما يعبرش اصحابه؟ ماشي، ما هو اللي عيلي عيلي. ماشي يا عم، انت اصلك رايقه. بقول لك ايه، انا عايزك في موضوع مهم قوي. عندي ليكي مشروع هيكسبك دهب. لا لا، ده عايز قاعده على رواقه كده، مش لازم نسهر مع حد خالص. خلاص انا هشطب وعدي عليكي، مش عايز حاجه اجيبها لك معايا. والله يا عباده يا اخويا، انا كل اللي بتمناه تيجوا تعيشوا معايا هنا. طب ما تيجي انت تقعدي معانا. صدقني يا عباده، انا ما اقدرش اسيب المكان ده يا اخويا. تناسي ان انا اتولدت هنا وتربيت هنا وعشت في وسط ابويا وامي، روح وروحها دايما موجودين هنا. هاي عيشة يا عبادة، بس انا يعني ما اقدرش اغصب على حد. انا متأكدة انك لو قلت لخالتي هنية تيجي تقعد معايا هنا مش هتقول لا. يا امي طبعا عايزة تيجي تقعد هنا عشان تعيش في البيت اللي كانت فيه مع الحاج. انا بس بهية مش عارف هتوافق ولا لا. بهية دي بهية بتحبك وعايزة ترزيكي عبده، ولو حست يا اخويا انك ميال تيجي تقعد هنا مش هتقول لا. ربنا يسهل، وهو كمان تبقى قريب من الوكالة بتاعتك. انا اللي يهمني ابقى قريب منك عشان ابقى مطمن عليك. ما تحرمش منك يا عبده ابدا. اقعد بقى يا اخويا نتعشى سوا مع بعض. لا 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 لا، ما حبكش الليلة، بكرة هنتعشى مع بعض كتير، وساعتها هتقولي ما احلى الاكل في اللمة. تصبح على خير. وانت من اهل الخير، مع السلامة يا حبيبي، ربنا معاك. ما قلتليش رايك يا بهية عشان ارد على عيشة. استغفر الله العظيم، اتلخبطت يا عبد. صراحة مش عارفة، مش عارفة اللي فيها في دماغك. برومي يا يا لا. طب قولي لي يا خالتي انت ايه رايك؟ شوفي يا اختي، انا لو كانوا قالوا لي تعالوا اقعدي في دوار العمدة كنت قلت لهم ابدا ابدا ابدا، ما سيبش اصحابي وحبايبي. اصل انت ما تعرفيش الحته دي اول ما سكنت فيها كنت تقتلي البغل والتويه، ما تعرفيش فين اراضي. وروحي يا ايام وتعالي يا ايام. روحي يا ايه يا ايام وتعالي يا ايه. لهدي ده وقته ما تكملي القطي مني. وتعالي يا ايه يا ايام يا ست، كملي بقى. الناس هلت وقلوبها عشيشت زي العصافير، لكن اول ما عيشه قالت لي تعالي اقعدي في بيت الحاج ما صدقتش نفسي. قلبي رفرف رفرف. اي يا قلبي. مش فاهمه يعني انت موافقه يا خالتي. جرى ايه؟ انت خرفتي؟ اغنيها لك؟ اجيب لك سجات واغني؟ قولوا الباهيه اني هنيه موافقه، قولوا الباهيه اني هنيه موافقه. حلو حلو الاغنيه دي يما. وانت موافق يا عبدو؟ شوفي اللي تقول عليه امي انا موافق عليه على طول. ربنا ما يحرمني منك. هتبص بص يا شاكاليطة. هقول لكم ايه، بس احنا خدنا على الحتة والعيال خدت على مدارسها. عيالك لسه صغيرين وهياخدوا على هناك، وان ما خدوش على هناك ياخدوا على نفقكم. استغفر الله العظيم. هقول ايه اذا كنتم موافقين؟ انا اللي هقول لا. خلاص موافقة. الله، هي موافقة على ايه؟ على ان احنا نروح نقعد هناك مع عيشة. خلاص شوفي بقى يا حبيبتي، انا هروح ابلغ عيشه، واذا كان البيت فيه اي حاجه محتاجه تتوضب انا هعملها. لا لا، واد يا شوكولات اوعى تقرب لقطي، سيبها لي كده بتربها، انا هوضبها وهبيضها بمعرفتي، فاهم؟ مش قلت لك انك عايزه تقعدي بين الاطلال؟ ما قلتليش بقى ايه المشروع اللي هيكسبني ده. هو انت مش صاحبه فيفي؟ ايوه. وانت برضه مش زيها؟ مش فاهمه. يعني ليك علاقات كويسة بناس ما تقال؟ من الناحية دي مش قوي يعني. انت عاوزني اوصي عليك في حاجة؟ لا انا عايزك تطلعي فوق. فوق فين؟ بالدور اللي فوق؟ حلوة حلوة منك قوي، حلوة منك قوي. لا انا عايز مصلحتك، عايزك تبقي احسن من فيفي. نشوف لك كده اسم وبها زي اسمها، نسميكي ايه؟ انت اسمك الحقيقي ايه؟ رئيفة. اسم جميل، اسم عالي قوي. انت شارب ايه يا جدع انت؟ انا مش فاهمه انت جرى لك ايه النهارده. انا مش شايف حاجه، انا فايق جدا جدا.
الظاهر في عرشت مخك قوي. اسمعيني بس، انا عايز مصلحتك، عايز اسمك يبقى اكبر من اسمها، صيتك يبقى اعلى من صيتها. ها يفتح الله. ليه بقى؟ انا مش قد فيفي يا اخويا ولا قد الناس اللي تعرفهم. ابتدي. وابتدي ليه؟ الست اخر حلاوه معايا واخر جدعانه، واي حاجه بطلبها بتنفذها لي على طول. طب دي حتى بتدور لي على جوازه كويسه. جوازه كويسه؟ كانت نفعت نفسها يا اختي واتجوزت هي. دي لو شاورت بصباعها كده الف من يتمناها ويقول لها شبيكي لبيكي، لولا بس هي اللي قلبها متشعلق باخوك. هي قالت لك كده وهي بتخبي حاجه عليا؟ بقول لك يا سيف، ابعد عن فيفي وغني لها، بدل يا اخويا ما تحطك في دماغها وما تعرفش انت رايح فين ولا جاي منين. بقى نهون عليكي يا ام عبده. انت ما تعرفيش هتوحشينا قد ايه يا خالتي. ده بعد العمر ده كله تفارقينا يا هنيه. هو في ايه؟ ما راح الوم دم نص ساعه بالبسكليته وتبقوا عندي. انا هسيب لكم بسكليت تتنج. يلا يلا فتكوا بعاف. بس احنا خلاص خدنا عليكي ولازم نشوفك كل يوم. امال هنتعشى عند مين؟ عند الراجل ابو دقن بيض اللي ماسك فرخه في ايده. في ايه؟ ما انا سايبه العفشه اهو مغطيه قدامكم، اسبوع والتاني هاجي اطل عليكم. بالذمه هتعمليها يا هنيه؟ اللي هعملها ده انا هعملها وهعملها وهعملها بمزاج كمان. يا ولاد ده انا زي الورد اللي لو بعدت عن الشجره بتاعتها تدبل وتموت. الورده دي عاشت هنا وعاشت احلى ايام عمرها. صدقي يا خالتي انا احترت معاكي. هو انت عشتي احلى ايام عمرك هنا ولا في بيت الحاج؟ ايه ايه يا بنت في ايه؟ هنا طعم وهناك طعم تاني خالص. ده ايه يا جماعه؟ الله سيبيني انا ونجوى مطلعين تحت وانتوا قاعدين ترغوا هنا. ساعه السلام يحلى الكلام يا شكاليطه. ليه يا اما؟ هو احنا مش هنشوف بعض تاني؟ ده احنا اكتر من ايه. على فكره اي وقت تحبوا تجونا تليفون في الوكاله بس ابعت لكم العربيه. انا هستناكم تحت ما تاخروش. ليه انت رايح فين؟ هستناكم تحت. يلا خد البنات معايا. فين؟ اه ده احنا لازم نمشي. اه خد السلامه يا اختي توحشي. هتقطعي بينا والنبي. فيكي وحشه يا خالتي. مع السلامه. مع السلامه يا ام عاد. مع السلامه. انت ليه هتوحشيني يا غالي يا حبيبتي؟ السلام. الوداع. الوداع يا اخي. مع السلامه. اشوفك بخير ان شاء الله. اشوف وشك بخير يا حبيبتي. انا جاي معاك يا خالتي. طب يا حميد يلا. زعق الوابور على السفر انا قلت بالراحه. الغربه صعبه يا داس والفرقه جراحه. الله يرحمك يا ام. مع السلامة يا أخي. مع السلامة يا هنيه. يلا يا بهية. هتوحشونا يا ستات. مع السلامة. سلامة يا حبيبتي. يا أهلا يا أهلا يا أهلا بنجوى حبيبتي. يا روح عن حبيبتك. اتفضلي يا حبيبتي بيتك ومطرحك. أهلا أهلا عريسي حلوين. اللهم صل على النبي ما شاء الله. ستك بهية. مال اخويا فين؟ بيجيب لهم وجاي. لهم ايه؟ انا قلت له ان انا طبخه اكل قد كده. اما خالتي هنيه المتهنيه اهلا وسهلا. نورتي بيتك ومطرحك يا خالتي. انت كنتي وحشاني قوي يا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. فين وقتك؟ فين وقتك؟ مالها يا بهية؟ هي تايهه ولا ايه؟ الحبايب هلي يا ولد هنيه. يا ولد هنيه يا سريري يا سريري. طوح طوح ما تخليش حد يروح. لكن انت روحت يا سيدي وخديتي وخديتي اللي حطيت خد عليكي انا وسيدي. هنا قعدت معاك يا سيدي واشتكيت لك وعيطت لك. هنا هدومك وعبايتك. غطيني غطيني يا سيدي. مش عارفه ليه بردانه بردانه وفرحانه. يا قطي يا قطي. وحشتني وحشتني يا سيدي وحشتني. هقعد معاك هقعد معاك ونقول كل حاجة. ايه ايه الله
داخلين عليا ليه؟ فيها ايه يعني يا خالتي؟ ادخل عليكي؟ ادخل عليكي انت وعبد الرحمن في اوضتكم؟ هي بتقول ايه؟ يلا بر اسالوا بعض بر محدش يدخل عليا محدش يدخل عليا انا وانت وبس انا وانت وبس يا سيدي فاكر ايامنا الحلوه سريري سريري يا سيدي بصي بقى معايا ايه طقيتك فاكر طقيتك يا بنت يا نوجة غيري عن عمتك المدة دي كلها معلش يا عمتي جميلة يا نوجة حبايبي كبرت 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 اما بقى جايب لكم شويه كباب ونيفه هتاكلوا صوابعكم وراها يا عباده عليك وعلى عمايلك كباب ونيفه ايه يا حبيبي ما انا عامله وطبخه عامله مسقعه وعامله رقاق ومحمره فراخ معلش كان نفسي اكل كده امال امي فين قاعده بين الاطلال الحاج عماد حمدي معاه هنيه نعم يا ابو الحاج ابو الحاج يعني انت مكسوفه لا قبلك الحاجه قالت لي الجواز ما فيهوش كسوف طب كلي لا قبلك الحاجه قالت لي ما تاكليش معاه غير لما يخلص خالص طب اقعدي لا قبلك الحاجه قالت لي ما تاخديش عليه هنيه لا انت بتجري ليه بس هنيه انت مرادي وانا بقالي قاعد ساعه ونص قاعد قدام الاكل يلا مش مصدقه حكايه مراتك دي وممكن تعفوني من الموضوع ده اقعدي طب اقعدي ما تخافيش اقعدي بسم الله يلا انت مراتي دلوقتي مقامك من مقامي ربنا يخليك هي العين تعلى على الحاجب لا بس اقعدي طب كل انت وانا هتفرج عليه عيب يا هنيه انت طيب اقعدي تليكي جعانه طول النهار انتوا لسه ما حضرتوش السفره عشان اكل ولا ايه لا ما ينفعش يا ريتني كنت اتغديت في الوكاله ليه يا حبيبي بس تتغدى في الوكاله ما الاكل جاهز يا عباد طب ما تحضروا السفره البنت نجوى راحت فين دخلت تنام شويه طب صحوها عشان تتغدى معانا مش خالتي تيجي الاول بس حبيبي هي لسه في بين الاطفال ايوه قالت ما حدش يفتح عليا باب الاوضه طول ما التصوير شغال تقريبا كده عماد حمدي لسه ما جاش بس انا هموت مجوع بجد انا ما اقدرش استنى اكتر من كده ورايا شغل ياما انا هموت مجوع وده وقته طيب ايه خلاص ايه مناخيركم خشب مفيش احساس ايه الغاغة اللي انت عاملها دي يا عبوده ياما احنا جعانين وعايزين نتغدى وانا اعدلكوا على غطا الحله ما تتغدوا نتغدى من غيرك ازاي بس لما عيش هتخلص الاكل ده هو ما الاكل خلص من بدري يا خالتي من اول الفيلم ما ابتدى حتى عباده جايب معاه كباب ونيفه فيهم بردوا اجروا امشوا بقى اكل ايه حد له نفسي للاكل اسكتوا اصل انا اول ما مديت على السرير ده رحت في دنيا تانية حكيم انا عارفة السرير ده مسمار ولوح بالك يا بنتي عائشة ابوك الله يرحمه ما كانش يرتاح غير على السرير ده انهي سرير يا خالتي سرير انا وسيدي قصدك على السرير اللي كان هنا لا ده ماما باعته من زمان او ايه يا بيت وانا تايهه عنه اهو لازم تقولي لها الحقيقه اديكي بوظتي فيلم بين الاطلال تعالي يا بيت نعم ما تعرفيش امك باعته لمين بقى بيت الحاج صالح يقعد فيه الواد عبده والولية امه امي هي السبب
يعني كان لازم ضميرها يرجعها على البيت ده. انت عارفه لو كانت كتبت له اي حاجه تانية ما كنتش هزعل. اهو ياخدها ويروح من وش انا واختي. يعني عيشه كانت هتسيبهم؟ انت مخك ده مش شغال ولا ايه؟ هي عيشه كانت تستاجي تدخل حد فيهم البيت ورا اسمي؟ ده عيشه نفسها ما كانتش هتخش البيت، كنت هبيعه. ابيعه واستفيد بفلوسه واعمل لي بقى مشروع كبير. مشروع ده ايه بقى؟ اي مشروع غير العطاره. مش فاهم بس ايه العطاره دي اللي انا شغال فيها؟ عمرك شفت بيه بيه محترم كبار زي كده يشتغل عطار؟ يعني ما قلتليش هتشتغل ايه؟ بقول لك اي حاجه غير العطار. انت عارف عيبك ايه يا سيف؟ عيب ايه يا كامله الاوصاف؟ عيبك ان انت مش عارف انت عايز ايه بالظبط. لا انا افكر واتكتك واعرف انا عايز ايه وبعدين اتصرف. انا بس اللي ملخبط دماغي اليومين دول اتحاد البت عيش مع الواد عبده. يعني بتلبس كده ورايح على فين؟ هو اللي بيلبس بيروح فين؟ ما تقول انت. انت نسيتي ان كل يوم تساليني السؤال ده وكل يوم اقول لك اني بنزل اسهر مع اصحابي عشان انسى القرف اللي انا عايش فيه؟ مفيش مره تقول لي يا حبيبتي يلا نخرج سوا. يا حبيبتي افهمي، بقول لك انسى القرف ده. ده اقوم اخده معايا. سلام. ماشي يا سيف. عيشة ما تلبسي ليش يا ماما؟ بنت مهية. ايه؟ هو في حد جوه مع خالتي في الأوضة؟ لا يا أختي مفيش أي حد جوه. لا في، أنا سمعتها زي ما تكون بتكلم حد. بسم الله الرحمن الرحيم. بقولك مفيش ولا حتى تليفون جوه. لا لا بصي بقول لك ايه، هي شعره اللي فاضله عندي، لو الكهرباء عليت هتضرب جامد. امال في ايه يا اختي؟ معرفش. طب بقول لك ايه، يمكن بتتكلم مع حد من الجيران من الشباك. دي كانت بتتكلم وبتقول ايه ايوه يا حاج ايوه، زي ما كنت بتتكلم مع ابويا الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نصيبتي سلامت عقلها، مع اني قلت لها بعنا السرير. هو ده كان المشكله؟ ما ندخل. خشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لطيف اللطف يا رب. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.